السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته لنا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام في البث المباشر من ملعب العبدي بالجديد الذي يحتضن قمه الجوله 17 من الدوري الاحترافي انوي فريق الدفاع الحسن الجديد الذي يستقبل فريق الوداد الرياضي البيضاوي. قمه كرويه خلال هذه الامسيه ورغبه الفريقين في تحقيق انتصار وانتزاع نقاط المواجهه وان اختلفت اطماع وطموحات الفريقين خلال ما تبقى من مباريات ومن لقاءات هذا الموسم. غرفه الفار تواجد سمير القزاز و زكريا برينسي كنتظروا مواجهه قويه على مستوى دوري ابطال افريقيا نهايه الاسبوع المقبل امام بيترو اتلتيكو الانغوري. اذا تعطى انطلاقا للمواجهه نتمنوا ان نتابعوا مباراه مفتوحه خصوصا بان كل اللقاءات كتجمع بين الدفاع الحسن الجديد وفريق الوداد سواء هنا بمدينه الجديده او بمدينه الدار البيضاء المركب الرياضي محمد الخامس الا كنتابعوا مباراه مفتوحه. مباراة دائما بهذا الشكل خصوصا اللقاءات امام الوداد بالنسبه لفريق الدفاع الحسن الجديد وكل الفرق فكل خطوه دائما اللي عندها الطابع ديالها. كل فريق يحاول يحقق الفوز. هذه فرصه 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 الهدف فرصه الهدف تضيع امام المرمى. تدخل الحارس محمد الشنوف امامنا اللاعب سيف الدين بوهره كذلك كانت المتابعه ديال سامبو جونيور كتضيع هذه الفرصه لفائده فريق الوداد اللي كان قريب من وضع الكره في الشباك. كنرى دائما حضور للاطر التونسيه كنذكر احمد عجلاني كان فاز بكاس العرش مع اولمبيك خوريبكا والبنزرتي لقبين الدوري والسوبر الافريقي مع فريق الوداد ووصافه كاس العالم مع فريق الرجاء ولسعد جرده بلقبين. في الوقت كان هناك يمكن مدربين ما نجحوش ما حقوش للالقاب او شيء كثيرة ككمال الزواغي ولطفي رحيم ومنير شبيل ولكن نحن دائما نرحب بالاطر العربيه والافريقيه والعالميه تكون حاضره شريطه تقديم الاضافه بالنسبه للانديه الوطنيه والانديه المغربيه خصوصا يعني الفرق التي تلعب من اجل الفوز بالالقاب. ايمن الحسوني مشات عند محمد اونجم مره اخرى ايوب العملود اللي اونجم تمريرات قصيره ايمن الحسوني ممتازه عند محمد اونجم كرفع الكره فرصه 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 الهدف والهدف الهدف الاول بواسطه سامبو جونيور في المكان المناسب تمريره ممتازه العرضيه بالجهه اليمنى محمد اونجم العرضيه داخل منطقه الجزاء كتعرف تواجد السنغالي سامبو جونيور الذي يودع الكره في شباك الحارس محمد الشنوف. هدف اول كيجي تقريبا في حدود الدقيقه 29 وبالتالي فريق الوداد يتمكن من تسجيل الهدف الاول في اللقاء امامنا محمد اونجم تمريره ممتازه من الجهه اليمنى. نتابع ايمن الحسوني يمرر عند اونجم لاحظوا العرضيه سامبو جونيور يسدد الكره كتعرف طريقها للشباك وهدف اول لفائده فريق الوداد. يعني الضغط اللي كان في بدايه المباراه دفت الشرط ترجع الكره للحارس محمد الشنوف. نلعب التوالي الاخيره بالفعل. اذا الحكم هشام التمزماني يعلن على نهايه الشوط الاول بتقدم فريق الوداد بهدف لا شيء هدف سنغالي بوليت سامبو جونيور اللي جات تقريبا في حدود الدقيقه 29 تقريبا في فتره الاستراحه غتكون فرصه للمدربين سعد جرده الشابي المدرب التونسي من اجل يعني تصحيح الاخطاء ومحاوله الظهور بوجه افضل خلال الشوط الثاني. في الوقت اللي كيساعد كذلك اللاعب عمر الهنودي للدخول وخروج لاعب رقم 3 هو زين الدين بريغت. اذا تغييرين في الوقت لفريق الوداد ومهدي النفطي كان قام بتغيير واحد كان تغيير اضطراري خروج سيف الدين بوهره ودخول هشام ابو سفيان. اذا غتعطى انطلاقه ديال هذه الجوله الثانيه والكره اللي فاتت فريق الدفاع الحسن الجديد تمنوا بان الشوط الثاني يكون شوط الايقاع ديالو ايقاع سريع نتابعوا محاوله التسجيل ونستمتع بهذا اللقاء سواء الجمهور الحاضر هنا واللي يسمح العدد ديالو اكبر لمقارنه مع بدايه المباراه. هشام ابو سفيان انطلاقه ديال ابو سفيان دخول داخل منطقه الجزاء فرصه فرصه الوداد وتدخل الحارس تدخل الحارس محمد الشنوف مرتد هجومي سريع لفائده فريق الوداد كان بواسطة لاعب هشام بو سفيان. الحكم غادي يوقف اللاعب تبعنا المحاولة هناك إصابة ديال سامبو جونيور ولي سقف أرضية الملعب نتابعوا المرتد الهجومي هنا السرعة ديال هشام بو سفيان مشى بكرة دخل داخل منطقة الجزاء يسدد بالرجل اليسرى وتدخل الحارس محمد شنوف اللي كان في المكان المناسب كطيح هذه المحاولة
انطلاقه في الجهه اليسرى بواسطه لاعب عمر الهنودي، تنافس مع امين ابو الفتح تمكن من الدخول. فرصه الهدف تضيع. كان البحث على عبد الرحيم ابرقيل، عمر الهنودي طريقه ممتازه باش خذا الكره وباش راوغ اللاعب امين ابو الفتح تابعه. انطلاقه من الجهه اليسرى خذا الكره، هنا لاحظوا المراوغه ما كانش هناك خطا، مراوغه ممتازه ديال اللاعب عمر الهنودي يمرر، ولكن هنا يعني الكره كانت سريعه شيء ما، تايمينغ مهم جدا. نور زركان محمد الشنوف تمريره طويله، خروج الحارس احمد رضا التقناوتي، خطيره احمد رضا التقناوتي تمكن من الوصول للكره، كانت محاوله خطيره. نتابعوا امين ابو الفتح خلى الكره للتقناوتي عبد الله فرح، لو يعني وصل الكره لاحظوا التقناوتي. والحكم يعلن على نهايه المقابله بفوز فريق الوداد بهدف ليلى شيء، هدف سامبو جونيور، وبالتالي انتصار اللي كيخلي فريق الوداد انه ياخذ الصداره ولو مؤقتا في انتظار لقاء الجيش الملكي امام النهضه البركانيه. اذا انتصار مهدي النفطي في حوار اللي كان تكتيكي مفتوح مع التونسي ومواطنه لسعد الجرده الشابي، لقاء اللي كينتهي بروح رياضيه كبيره بين الفريقين.